كل هذه الثورات. دكتور عمرو، اولا مساء الخير. يا اولا مساء الخير عليك وعلى كل مستمعين. اولا يا استاذ احمد، خلينا نبدا اولا من البنك المركزي. خد قرار يوم الخميس بعيد عن كل التوقعات، ناس كلها كانت تتوقع البنك المركزي هيثبت اسعار الفائده، ولكن فاجئنا البنك المركزي بزياده 1%. تابعت ازاي هذا الامر، ولماذا لجا البنك المركزي الى اجراء غير متوقع؟ اولا الحقيقه البنك المركزي لازم نحيي السياسه الماليه والسياسه النقديه بتاعته، لان تحريك سعر الفائده يمكن هو ثبته في الاجتماعات اللي فاتت مايو يونيو بالظبط، واللي قبليها كمان. وتفتكر ان كان في توقعات، يعني بعض السبيكيليشن او بعض الاقلام قالت ان ما فيش ثبات اقتصادي وما فيش ثبات نقدي في مصر، وان مصر انها هتضطر انها ترفع سعر الفايده. لكن احنا قلنا اكثر من مره، وانا علقت اكثر من مره وقلت ان انا بتوقع ان البنك المركزي يثبت سعر الفايده، لان تثبيت سعر الفايده بالفتره اللي فاتت بعد ما كنا يعني بنرى، بعد ما كان البنك المركزي او السياسه الماليه في الفتره اللي فاتت كانت بترفع سعر الفايده، لكن احنا قلنا ان تثبيت سعر الفايده مهم جدا عشان يبقى في استقرار في الاقتصاد المصري، يبقى في ثبات، يبقى في حاله نفسيه عند المستثمرين، لان كل ما بتعلي سعر الفايده كل ما بيأثر على تكلفه الاستثمار، واحنا محتاجين المستثمر يبقى هادي وما نعملش دربكه في الاقتصاد المصري ونحسس الناس ان الامور طيبه وان مش الحل سعر الفايده. فده نقطه الحقيقه طبيعيه جدا انك تثبت سعر الفايده. طب ليه النهارده بترفعه؟ النهارده بترفعه لان معظم الدول رفعت سعر الفايده، ولان عندك تضخم بترفعه. وحتى لما رفعته يا استاذ احمد انت رفعته بكام نقطه؟ رفعته بنقطه، يعني ما رفعتوش بحاجه كبيره، لكن بتمشي بالتدريج مع اسعار التضخم ومع الاسعار الدوليه. الولايات المتحده رفعت، خلي بالك الولايات المتحده رفعت بنسبه 5% من 0 ل 5. نعم، ودي حاجه انكسبكتد. بريطانيا رفعت 4، استراليا اللي عمرنا كنا بنسمع انها ترفع سعر الفايده رفعت سعر الفايده، فانت الامارات، دوله الامارات ودول خليجيه رفعت سعر الفايده، فانت مضطر انك ترفع سعر الفايده. ومع ذلك لما رفعت سعر الفايده رفعته بشيء بسيط وشيء تدريجي عشان تتاقلم مع المتغيرات اللي موجوده على الساحه الدوليه. ومع ذلك برضو خليني اقول هذه النقطه المهمه، ان يا استاذ احمد سعر الفايده مش هو الحل السحري. سعر الفايده سياسه ماليه او سياسه نقديه، لكن الحل السحري ان احنا نزود انتاج. وعشان كده السيد الرئيس والحكومه، يمكن انا عارف انك عايز تسالني على اجتماع السيد الرئيس النهارده والمؤشرات الاقتصاديه ومدام الحل اللي هو ما يؤكد عليه السيد الرئيس ومتؤكد عليه الحكومه ودوله رئيس الوزراء بيتابع هذا مش يوميا، بيتابع الكلام ده 3-4 مرات في اليوم، يمكن يعني على حد علمي من خلال مراجعه المؤشرات الاقتصاديه قد ايه